اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، البطاطا الحلوه من فصيله الدرنيات اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليها من الارض الطيبه مصر. متفقين، بصل، ثوم، بطاطا، بطاطس، القرع العسلي، الكرنب، كل ده درنيات، البصل الاخضر، الحاجات دي كلها قيمتها الغذائيه لا تعد ولا تحصى. يعني موضوع البحث عن القيمة الغذائية للبطاطا سهل دلوقتي، كبسة زر على التليفون، فايدة البطاطا لمريض السكر، مريض الضغط، حاجات كتير قوي. الاهتمام الإعلامي الملحوظ الأيام دي باهتمامنا للبطاطا وإن احنا نوظفها ونستهلكها مع الخبز والعيش حاجة جميلة جدا. ترشيدا لاستخدامنا للدقيق، حاجة حلوة، احنا عندنا دقيق يكفي السنين كلها، مصر بخير ليوم الدين إن شاء الله. ولكن إن احنا نجدد من الرغيف العيش حاجة حلوة. اخواننا في الهند استخدامهم للبطاطا من زمان في بعض الحلويات المشهوره وبعض المخبوزات بتاعتهم، فانا خلونا النهارده معانا البطاطا الحلوه، واحنا البطاطا بتاعتنا مميزه، معانا منها البطاطا السليمه ومنها دقيق البطاطا، ده موجود في اي سوبر ماركت. عايز اعمل النهارده رغيف العيش، نعمله ازاي؟ ممكن تعمليه في البيت تغيير، وممكن تستخدميه مع طبق الفول، تستخدميه مع طبق اومليت، تعملي سندوتشات لاولادك، تعملي كب كيك بالبطاطا الحلوه، صينيه بطاطا حلوه بالكريمه. البطاطا الحلوه استخداماتها كتير قوي واحنا المصريين شطار فيها. انا عملتها زلابيا بالبطاطا الحلوه، دخلتها مع الدقيق والخميره وبقت احلى زلابيا. معانا النهارده الاستاذ احمد عوض بيقول لي انت هتضحك علينا بالبطاطا ولا ايه؟ لا يا عمي، معانا النهارده صدر ديك رومي جامد جدا. هنعمله ايه النهارده؟ هنعمله رولز بالخضار والزبده، حاجه جميله حلوه. يعني هنجيب الصدر الديك الرومي ده كده، ناخده منه الشرايح ونبدا ان احنا نحشيه تشكيله من الخضار مع زبده مع روزماري، ونلف رولز كده ونشوحه في النار، حاجه سكه البوبيت من المطبخ الغربي. بما ان النهارده الثلاث طبعا المطبخ الغربي معانا النهارده. ومعانا كمان المفاجاه كمان، بما ان البطاطا قيمتها الغذائيه عاليه جدا وعندنا طلبه الثانويه العامه بيمتحنوا، فاهداء مني وانا معاكم سند في المطبخ، هنعمل ايس كريم البطاطا الحلو. حلو، عملنا ايس كريم البطيخ، عملنا ايس كريم القرع العسلي، هي نفس المدرسه، هنعمل كمان ايس كريم النهارده من البطاطا الحلوه، سهل جدا، شويه جيلي لا لون ولا رائحه اللي هو الموجود في اي محل بتاع مأكولات، ومعانا او عطار، ومعانا البطاطا الحلوه، هنشوف نستخدمها ازاي. مش عايز اطول حضراتكم، في تفاصيل كتيره في الحلقه، وفي كمان معلومه غير معلومه، واستخدامنا للبطاطا الحلوه كثيرا وقيمتها الغذائيه عاليه جدا. هنروح فاصل ونرجع لاسرار المطبخ من المطبخ الغربي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لأسرار عمل خبز البطاطا. لازم يبقى فيه مقدار من البطاطا المهروسة والدقيق بتاعنا العادي بنسبة 2 إلى 3. هنشوف الموضوع ده، بلاش نسب يا عم الشيف، احنا في الرياضيات شاطرين. مقادير عيش البطاطا على الشاشة، مقاديره بسيطة وسهلة. معانا طبعا الحاجة أو الكسرولة اللي هنعجن فيها، معانا دقيق البطاطا، ومعانا بطاطا سليمه زي ما هي، ومعانا بطاطا مسلوقه ومهروسه، والمقادير على الشاشه، ومعانا بيضه، ومعانا خميره وسكر في المقادير، ومعلقتين من الزيت. والخميره والسكر احنا عارفين لتشغيل عمليه التخمير بسرعه. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه على شاشه القناه الاولى تتحدث عن نفسها. خش في الموضوع يا شيف، حلو قوي. اول حاجه لما انا طلعت دلوقتي في الفاصل عملت حاجه علشان اكسب وقت، ما انا بستغل كل ثانيه ودقيقه في البرنامج. عملت ايه؟ جبت معلقه خميره مع معلقه سكر، دوبتهم في شويه ميه. الخميره على السكر بتضمن عمليه التشغيل والرفع بسرعه، وخاصه لو دوبنا الخميره مع سكر مع ميه دافيه بتشتغل بسرعه، والسكر بيساعد على تشغيل الخميره. واضفت عليهم معلقتين من الدقيق ومعلقتين من البطاطا المهروسه. اهو تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ اهو شفت، هي ده السر في الموضوع ده. اه تاني زي ما كنت بعمل زلابيا، حطيت معلقه خميره مع معلقه سكر، دوبتهم في ميه دافيه. وجود الميه الدافيه مع الخميره والسكر بتشتغل بسرعه. تاني حاجه حطيت معلقتين من الدقيق الابيض بتاعنا العادي مع معلقتين كريمي من البطاطا المهروسه، ده اختياري، معاكي دقيق ومعاكي بطاطا مهروسه،
اللي انت تستخدميه زي ما انت عايزه، استخدمتي دي استخدمتي ده، القوام بقى عندنا بالشكل ده كده اهو اهو اهو، هنا هي جاهزه، ده الاساس اهو 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 اهو، شفت العجينه دي اهي. دي على فكره محطه هنا، ممكن نعملها زلابيه لو احنا حابين نعملها زلابيه بنفس القوام ده كده، تتعمل زلابيه على فكره نفس الطريقه دي كده اهو، عندنا زيت هيتحمر على النار ونعملها زلابيه. انا هعمل دلوقتي عيش البطاطا، حلو قوي. هنحط الدقيق بتاعنا بالشكل ده كده شويه، هنعمل رغيفين ثلاثة أربعة لغاية لما وقتنا يسمح مع بعض. أدي الدقيق بتاعنا، معانا دقيق البطاطا، ده موجود في أي سوبر ماركت أهو، ده دقيق بطاطا موجود حلو أهو زي الفل، ومعانا كمان بطاطا مهروسة. بمناسبة الحمام الكذاب واللحمة الباردة، عايز أقول لحضراتكم إحنا في عيد الأضحى إن شاء الله كالعادة على شاشة القناة الأولى لينا مفاجآت مع كل حتة في الدبيحة، إذا كان خروف أو بقرة زي ما أنتوا عايزين اهو. عايز اقول بمناسبه عيد لازم عيد تاني معايا الاستاذ احمد عوض، خلي بالكم لما تعرفوا التركيز ده اعرفوا معايا المخرج الشاطر. لما نيجي في حلويات العيد احنا معانا خروف ومعانا الدبيحه، ممكن نجتمع خمسه سته في ان احنا نشتري عجل، نجتمع ونجيب خروف حسب المقتدر يعني. هنشتغل كل حاجه في الخروف من الحلويات للفخده للكتف، كل ده مع بعضه، والرقبه نعملها سبوكو زي ما احنا عايزين، لان بالتاكيد طبعا في عيد الاضحى زي كل سنه على شاشه القناه الاولى لنا مفاجات. خلونا في الموضوع البطاطا ده، لان عاجبني قوي عيش البطاطا ده كده، خد اللون اهوت بالشكل ده كده اهو. قلبت دي البطاطا مع الدقيق العادي مع بطاطس مهروسه، بطاطا مهروسه انا اسف اهو، وهننزل بها كده. على فكره اخواننا في لبنان بيقولوا على البطاطس بطاطا، واحنا عادي احنا هنا البطاطس بطاطس والبطاطا بطاطا، احنا عندنا نوعين من البطاطا، في بطاطا حلوه حمراء وفي بطاطا حلوه بيضاء، ايهما افضل؟ طبعا الحمراء، انا بحب الحمراء اهو، شايفه كده كل دول انا حطيت دلوقتي الماده المتخمره اللي هي عباره عن معلقه سكر مع معلقه خميره مع معلقتين من الدقيق مع معلقتين بطاطا مهروسه، واقلب دول مع بعض كده ونشوف قوام العجينه بتاعتنا. طبعا هتدخل بايديا كده معلش اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف العجينه دي كده مع بعض. ممكن تستخدمي لبن رايف في العجينه، ممكن تستخدمي حليب عادي، ممكن تستخدمي الميه دافيه عادي زي ما انت حابه، مفيش اي مشكله، دعميها زي ما انت عايز. انا بعتبر العجينه دي هرم غذائي، كل ما تحطي فيها الهرم بيعلى معاكي، حتى لو بتعملي عجينه بيتزا تعمليها من عجينه البطاطا الحلوه. ينفع يا شيف مغازي؟ اه ان شاء الله باذن الله تعالى الاسبوع الجاي هنعمل لحضراتكم البيتزا بدقيق البطاطا. اه هتبقى لطيفه وجميله، وهتبقى كلها سعرات حراريه، رياضيين للطلبه للاطفال لكبار السن. اه 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 شفت ازاي العجينه بتطلع معايا واحده واحده اهي. هتحتاج مني شويه دقيق، بحط لها شويه دقيق، معلقه دقيق صغيره كده بايدي اهوت، واحده والثانيه، واخدم على العجينه كويس لمده 3 دقائق تقريبا اهو وانا بعجن كده اهو. العجينه خدت قوام، ده عيش البطاطا. هما غنوا لها من شويه قال لك البطاطا البطاطا يا عيني على البطاطا اهي. شفت العجينه اهي طلعت معايا اهي بسرعه اهي. نوسع لها الدنيا بقى ونخدم عليها على الرخامه كده. ما احبش انا اعجن بالده خالص، شيل ده كده تعالوا مع بعض نخدم على العجينه كويس. ممكن نعجنها في عجان؟ ممكن. ممكن نعجنها على ايدينا؟ ممكن. اللهم امتى نعرف العجينه خدت حقها من التقليب؟ لما نقلبها بالشكل ده كده اهو. هقول لحضراتكم دلوقتي على علامتين مهمين جدا اهو. اول ما تلاقي العجينه مش بتمسك في ايدك ويقول لك ايه طالع منها زي الشعره من العجين، يعني ايدينا كده ما يطلعش فيها ايه عجينه خالص اهو. شفتي كده هي عايزه شويه دقيق، نحط بايدينا كده اهو. يلا غيري من موضوع العيش ده كده، واستخدمي البطاطا في المخبوزات بتاعتك، سواء كب كيك، سواء حلويات، سواء عجينه البيتزا، سواء رغيف العيش في قلب البيت. اه اه انا شايف في اهتمام اعلامي ملحوظ، ودي حاجه حلوه اه. بالشكل ده كده العجينه بدات تطلع، شويه دقيق تاني عشان تلمي معايا اه. طب الدقيق ده يا شيف ملوش معيار بتسالوني؟ احنا هنا حاطين بطاطس مهروسه، وارد ان البطاطس المهروسه ديت فيها كميه سوائل زياده، وارد نوعيه الدقيق
في دي فرزه اولى فرزه ثانيه او الرقم يعني أو حسب نوعيه الدي. العجينه كده زي الفل معايا اهي اهي اهي. هنبدا ان احنا نقسطها. يعني ايه نقسطها يا شيف؟ يعني نقطعها. اللهم صل على النبي. شيل ده كده. طبعا انا بحب اعجن بايدي علشان احس بطعم العجينه وحلاوه العجينه ما بين اصابع ايدي، وتاخد الحنان والحب بتاع اصابع الايد كده بتاع امهاتنا. العجينه هي زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد العجينه دي كده نقطعها. انا والله بحب بيت الكلاوي في الشاوي اللي هي جنب الريش، والريش كمان لطيفه وجميله ما بتاخدش وقت كتير في السوى، يفضل يعني ما بتاخدش وقت كتير في السوى. والحته اللحمه طالما طازه زي الفل. شفتوا العجينه دي مع بعض؟ دي عجينه خبز البطاطا. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ عندي طبق زي ده كده، دي لازم تمر بمرحله تخمير تانية. واخد العجين ده كده بايديا واكورها كده الشغل بقى بتاع الفطاطريه لان دي هشويها هخبزها في الطاسه مش هتخش جوه الفرن. واحط دي كده نفس القصه بلمها كده بايدي تحت ايديا واحطها هنا نفس القصه واحطها هنا كده على قد الطاسه. ممكن تكون اكبر من كده ممكن تكون اكبر من كده. شويه دقيق كده واحطها هنا. دول عملوا كام رغيف يا عم الشيف؟ كتير. وعلى فكره عيش البطاطا بيشبع اكتر من العيش العادي. ينفع نعمله حواوشي؟ ينفع. ينفع نعمل العجينه دي عجينه بيتزا؟ ينفع بنفس الطريقه. ينفع نعمل عجينة البطاطا دي فوكاشيا من المطبخ الطلياني؟ ينفع. ايه الفوكاشيا؟ حاجة كده عجينة عاملة الفراغ انا باجي بصوابعي كده الخمسة وبلفها كده وهي كده تحت ايه كف ايدي راحة جاية بس ايديا بتلمها من تحت اللي هي اصابع ايدي بالشكل ده. مش قافش عليها جامد، لازم تاخد الشكل الدائري ده كده عشان لما تتخمر يا استاذ احمد. شفت الجو ده؟ اهي بالشكل ده كده وشويه دقيق صغيرين دقيق البطاطا تحت ايدي زي الفل. باخدها هنا كده ده بالنسبه للدقيق. عايز اقول معلومه مهمه جدا. ليه حطيت دقيق على دقيق البطاطا او معجون البطاطا او هريس البطاطا؟ ليه؟ لا، في حاجة علمية سبحان الله مش موجودة غير في دقيق البطاطا ودقيق الذرة قليل جدا، مادة الجيلاتين. المادة الموجودة في الجيلاتين المادة المطاطة اللي بتخلي العجينة تمط بالشكل ده كده شفت المادة دي كده هي موجودة في الدقيق بس اللي هو دقيق القمح. شايفين المادة دي كده العجينة بتاعت الفطير المشلتت ليه الفطير المشلتت بيمط معانا ما بياخدش خميرة؟ لما بنعجنهم ميه ومعلقة سكر ومعلقة عسل شفت العجينة دي كده هي دي القصة كلها. فأنا حطيت هنا شوية دقيق من الدقيق العادي بتاعنا بنسبة 2 إلى 3، يعني لو عملنا معلقتين دقيق بطاطا بنحط 3 معالق من الدقيق. طريقة سهلة خالص وبسيطة، واستخدامنا للبطاطا حاجات كتيرة زي ما قلت لحضراتكم. عجينة بيتزا ماشي، عجينة فوكاشيا ماشي، تعملي بيها حواوشي ماشي، تعملي كب كيك بطاطا حلو ماشي كام رغيف؟ نعد مع بعض كده 4 و4 8 8 و4 12 و5 تحت ايدي 17 17 رغيف عيش. نعملها كده حابين تطلعوا فاصل يا شباب وتسيبوني كده مع الرخامه بتاعتي علشان انا عايز اكور العجين. طبعا المصطلح العلمي بتاع ده اسمه تقسيط العجين للخبيز بالشكل ده كده بشويه دقيق تحت ايديا كده واصابع ايديا وكف ايدي. وهناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل معايا صدر ديك رومي مش هنضيع عيش النهارده. صدر ديك رومي محترم وزنه بيعمل تقريبا 2 كيلو، هنعمله شرايح محشيه بالزبده والخضار حاجه لطيفه جميله سكه البوبيت. اوعوا تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع صدر ديك رومي، وبيقولوا له في الكنترول ليه جايب صدر مش جايب ديك رومي سليم. احنا حسب عدد افراد الاسره، ومش عمليه ترشيد بس او ان احنا بخل، لا بالعكس، هي القصه كلها ان احنا ايه المشكله لما انا اجيب الديك الرومي على ثلاث مراحل او اربع مراحل، مره اعمل الورك، مره اعمل الفخذ بتاعه يعني، ومره اعمل الصدر. اهو انا بشيل الجلده دي كده بتاعته مش عايزها، واخد يا عم الشيف صدر الديك الرومي ده كده واعمله رولز بالخضار والزبده، واحط له زيتون اخضر بقى وادلعه اخر دلع يستاهل. دي مش عايزها. هاخد الروزماري ده كده خليه، وتعالوا نشوف هنشتغل فيه مع بعض ازاي. معايا صدر ديك رومي، المقادير على الشاشه، تشكيله من الخضار الحلو، فلفله ملونه، بصل، زيتون، ومعانا كمان روزماري وزبده وتوم وبصل، ومعانا رز بسمتي للتقديم اختياري او مكرونه سباكيتي حسب الرغبه. هنشتغل في الديك الرومي كده بالراحه مع بعض. لازم لما تيجي داخل علينا العيد، كل سنه وحضراتكم بخير، لما نشتغل في اللحوم بالذات لازم السكينه بتاعتك تكون رفيعه كزلك يعني، بالشكل ده كده. ادي واحده كده نفس القصه، اشيل دي من هنا، ايدك تحت السكينه كده بالراحه، اوعى السكينه تعدي على ايدك، وسكينه لازم تكون رفيعه ما تكونش سكينه عريضه، يعني ما تجيب الساطور وتشتغل الشغل ده. الشريحه دي كده زي الفل كمان مع بعض لغايه لما صدر الديك الرومي يقول لي كفايه كده. هتطلع معانا حته متقطعه بالمدقه بتاعه اللحمه. بنعمل ايه؟ بنخبط عليها بواسطه ورقه زبده او كيس بلاستيك، ونعرضها ونفتحها ونخليها كبيره بالخبط عليها او بالدقه عليها. نفس القصه. الديك الرومي ليه موزه هنا برضو نفس القصه. على فكرة دي كبيرة حلوة، ممكن نعمل حاجة حلوة بقى. نعمل ايه؟ نفتحه كده، تعملي حاجة لطيفة عشان تبان انك انت عاملة ديك رومي، وده يبقى صدري واسع اهو، يعني مساحته كبيرة بالشكل ده كده. شفتي التفتيحة دي؟ وهنجيب كده يا عم الشيف، نخليها كده، ونجيب مدقة اللحم، ما ينفعش تدق عليها كده، ايه اللي لازم تحط عليها؟ ورقه زبده. ليه ورقه زبده يا شيف مغاز؟ عشان اللحم ما يتهريش منك. ونبدا هنا المدقه في ناحيتين منها، ركزوا معايا، في ناحيه هنا تلاقيها مشرشره كده بالشكل ده كده، شايفين الجو ده كده اهو معايا، حلو، دي الناحيه دي موجوده والناحيه دي موجوده المضلعه ديت. لما تيجي تعملي سكالوب بانيه تقطعها على ديت، لما تيجي تعملي لحمه مشويه تقطعها على ديت، تاني سكالوب بانيه تشتغل بديت. دي فايدتها الحاجات الصغيره والله العظيم اللي انا بتكلم عنها ديت، هي اهم من الاكله. احنا لما بنيجي نعمل سكالوب بانيه او بنعمل كوردون بلو او بنعمل فراخ بانيه، بنلاقيها كشت مننا في قلب الزيت واحنا بنحمرها، لان احنا مش فاردين حته اللحمه كويس، او مش خبطينها بالمدقة اللحم كويس. لازم بالناحيه ديت، الناحيه دي فيها خرام صغيره كده، الشبكه دي بتطلك حته اللحمه وبتقطع العروق بتاعتها. اما الناحيه دي في اللحم المشوي بتعرض لك حته اللحمه وتخليها تاخد شكل المشوي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طب هنخبط بدي ولا بدي دلوقتي؟ قولوا لي بقى. هنخبط بدي طبعا. العب بالراحه على الكاونتر. هتلاقوا الصدر الديك الرومي دلوقتي تحت ايدي عامل مثلا ايه 30 في 40. عشان يبان ان احنا عاملين صدر الديك رومي. كفايه عليه كده، تمام. نبص عليه كده ونصلي على الحبيب، قلبك يطيب، اللهم صل على النبي. نحشيه بقى زي ما انت حابه، تحشيه لحمه مفرومه مش هيقول لا، تحشيه معاكي الخلطه اللي انا هعملها دلوقتي مش هتقول لا، اختياري. تعالوا نعمل خلطه الحشو مع بعض كده واحنا واقفين. زبده طريه بدرجه حراره المطبخ، حلوه. بنحط عليها توم، اللهم صل على النبي. بنحط على التومه دي بصلايه ناعمه، بنحط على البصلايه الناعمه دي تشكيله من الخضار الحلو، الالوان الحلوه دي كده اهو، فلفل رومي متقطع بالشكل ده كده جزر جزر، حلو اهو. معانا روزماري، بناخد الروزماري ده نسقطه عليها في قلبيها، حلو قوي، تمام. لغايه كده يا عم الشيف فاهمين اللي بتعمله.
معانا زعتر ومعانا شويه بهارات حلوين. البهارات دي عباره عن سنه بابريكا صغيره، حلو، شويه كمون صغيرين، شويه ملح وشويه فلفل وشويه زعتر، واحنا واقفين مع بعض كده. دي الخلطه بتاعه الحشو. انت ممكن تعملي غير ده خالص تبقى احسن مني، تحشي لحمه مفرومه، حلو. ونقلب دول كلهم مع بعض. الزبده هنا هتمسك لي الخليط ده كله مع بعض. دور الزبده هنا الطريه الحلوه بدرجه حراره المطبخ بتديني القوام بتاع الحشو. لازم تعجنيها بايدك كده. شفت الجو ده كده؟ هناخدها زي ما هي. طبعا الزبده هنا هتسيح وتتحمر، الحشوه دي يبقى لها طعم حلو. ناخد الحشوه دي يا عم الشيف ونحطها هنا كده. اللهم صل على النبي بالشكل ده كده. يلا اللي فيها رول مع بعض بالراحه كده. يلا هنعمل الكبيره دي مع بعض ونعمل الصغيرين اللي احنا قطعناهم من شويه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انا شغال كده واحده واحده. اللهم صل على النبي. رولز. ده ديك رومي ولا مش ديك رومي؟ ده ديك رومي ولا مش ديك رومي؟ مستحيل يكون صدر فرخه بالشكل ده. هو ده. نعمين. الحمام الكذاب. في سؤال جالنا، ده ملوش دعوه بالحمام الكذاب خالص يا استاذه رحاب. الحمام الكذاب بيتجاب ورك الدجاجه وبيتخلي من العظم وبعدين نحشيه من جوه رز او برغل او فريك زي ما احنا عايزين. ده بالنسبه للحمام الكذاب. حلو الكلام. لازم يتم طبعا عن طريق ان يكون معانا ايه، ورك الفراخ نفسه. طيب انا هاخد الصدور اللي معايا دي كده، عايزين نشوف طبعا نعملها ازاي كمان بنفس الطريقه دي. مش هياخد وقت كتير في السوى. معايا طاسه على النار شديده الحراره. حاضر. تاني انا حطيت الحشوه بتاعت الرول عباره عن تشكيله من الفلفله الملونه، وده اختياري، ممكن نحط بسله، ممكن نحط بطاطس. انا حطيت جزر مبشور، فلفل الوان، روزماري، زبده طريه بدرجه حراره المطبخ، البهارات بتاعتنا زعتر وشويه ملح وشويه فلفل وشويه بابريكا بالشكل ده كده. في تركايه هنا مهمه جدا حضراتكم لازم تشهدوها معايا. ان شاء الله احنا بعد ما بنخلص اللايف معانا لايف تاني على السوشيال ميديا وهنتكلم عن تفاصيل الرز الحادق او الرز بالملح. شويه فلفل، شويه زعتر، ده على الدقيق بتاع التغليفه، ركزوا معايا عشان ما يفكش منك. والبهارات الحلوه دي كده بقلبهم مع بعض، وباخد الديك الرومي ده كده. شفت انا بعمل ايه؟ واحطه هنا كده. يلا معايا يا شباب. على فين يا عم الشيف؟ على فين الرول ده؟ على فين؟ واعمل تركايه هنا، ده ليك انت بس، ولها لجارتك، ولها لصاحبتك، ولها للي بتشتغل معاك في الشغل، وهكذا، علشان ما يفكش منك وانت بتحمريه في قلب الزيت دلوقتي. هتيجي عند المكان اللي قفلنا منه ده كده وتحط شويه الدقيق دول. بقى زي الصبغ كده قفل. حلو. ناخده زي ما هو كده يا عم الشيف من غير ما تلفيه في خيط ولا اي حاجه. والف هنا وشفا. نشتغل في اللي بعده. مع بعض. اللهم صل على النبي. ناخد ده كده نخليه، وده كده، وناخد ده كده، وورقه الزبده الحلوه معانا، ونشتغل. هتقول لي يا شيف مغيز انا والله ما عايش اجيب صدر ديك رومي، انت راجل مقتدر، اعمل ايه بصدور الفراخ؟ نفس الطريقه. فتحته كده بالشكل ده كده. بالراحة خالص كده عليها، ولازم تعملي بالناحية اللي أنا شغال بيها. أنا عايز التفاصيل الصغيرة دي أساتذة المصورين فرسان التلفزيون المصري، شايفين مكان ما أنا بخبط؟ التضليعة دي مهمة جدا، عكس دي. عكس دي هتبوظ لي الإيه؟ الصدر. أنا مش هعمله بانيه، أنا هعمله هنا مشوي. الحاجات الصغيرة دي بتفرق. نشيل ده كده، اللهم صل على النبي، ونعمل القصة نفس الطريقة. أدي الحشوة أهيت مع دي كده أهو. ونيجي هنا كده أهو. ونحطها في قلب الدقيق بتاعنا. اللهم صل على النبي. هنا تتحط هنا نفس القصه هنا مع دي اهو، ونلفها كده وتتحط في الدقيق كده.
وهنا نفس القصه دي مع الشريحه الحلوه دي كده. حلو قوي، دي جميله، دي الموزه بتاعت الديك الرومي اهي، شفت اللفه دي كده اهي زي ما هي في قلب الديك ده كده. ونيجي هنا جنب الزيت بتاعنا، ايه الاخبار؟ نبص عليه كده اهو، اه التركيه بتاعت المغازي. نيجي مكان ما قفلنا، شفت الحته دي كده اه، شفت الشات دي دول اه، ونقفل عليها كده اه 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 زي ما بنعمل في السمبوسه اه، نفس القصه اه. ده المطبخ، مطبخ لما بقول رؤيه وفن وابداع مش من فراغ، خبره السنين بنقدمها لحضراتكم اه. اكيد لما عملت ده مره قبل كده، الثانيه الثالثه، اكيد في حاجات حصلت معايا ابدا ان انا اشوف فين المشكله، شفت انا عملت ايه، فتحتها وقفلتها تاني كده اه اه، وحطها هنا كده يلا، وتسيب التحمير يشتغل برشه دقيق صغيره كده، عشان دول انا عايزهم هيدوني صوص حلو بيون حلو مع كريمه لباني مع حليب مع شوربه زي ما انت عايزه، مستارده زي ما احنا حابين. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لتفاصيل العيش بالبطاطا النهارده، بتخمر معانا العجين، معانا النهارده البوبيت او صدر الديك الرومي محشي خضار مع زبده بطريقه بسيطه وسهله. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للحظات الأخيرة عشان نشوف الصورة الحلوة للديك الرومي. تعبنا عليه، اشتريناه، جبناه، شيف المغازي لفلنا واحدة كبيرة، أمارة وعلامة على السفرة تقول إن ده ديك رومي لضيوفنا. جنبيه إخواته الصغيرين اللي طلعت الشريحة اللي فوق، لفناها بنفس الطريقة بنفس الحشوة. إيه الإضافات اللي عملتها؟ شلتهم من الطاسة اللي كانت قدام حضراتكم كده، ومكان التحمير ومكان الزبدة ومكان البيون باخده كده بحطه هنا كده، هو ده هو ده اه اه هو ده، واسيبها كده واشربها زي الفل. ايه اللي هتعمله يا عم الشيف بعد كده؟ حطيت شويه زيتون اخضر لقيته حلو كده معايا. الزيتون الاخضر المطبخ بتاعنا بتاع اخواننا في المغرب وتونس والجزائر للامانه مشهورين بمشاركه الزيتون الاخضر والليمون الكبير الحلو اللي زي ده كده في بعض الاكلات بتاعتهم والبرتقال. ايه المشكله لما احنا كمان نخلي الموضوع ده مع البوبيوتي بتاعي؟ معايا ليمون حلو، واجيب كده النشابه بتاعتنا، اللهم صل على النبي، قصدي القرمه دي كده، وناخد الليمون ده كده يا عم الشيف، اللهم صل على النبي. هندخله الفرن، هندخل الفراخ دي او الديك الرومي ده الفرن مع الليمون ده كده، يديني المزازه ويديني الحموضه اللي انا عايزها بالشكل ده كده اهو. الله، طبق جديد وشكله جديد وشكله يفتح النفس بمكوناته بتفاصيله. درجة حرارة الفرن عندي 180، وعايز أوسع لنفسي علشان عندي شغل مع العيش بالبطاطا. حلو الكلام؟ درجة حرارة الفرن عندي 180، هاخد الصينية الحلوة دي كده وأدخلها الفرن زي ما هي كده أهي. اللهم صل على النبي. يلا أهي، فين مكانها دي؟ هنا. نبص عليها كده نظرة، نظرة حلوة. يلا فين؟ هو ده الصورة الحلوة من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. حلو، حاضر اهو، حاضر حاضر زي الفل اهو، تمام. تعالوا مع بعض واحنا شغالين ونشوف صورة حلوة، نعمل عيش البطاطا حلو قوي. مهم جدا وانا شغال عينيا اهو، تمام. بنسيبها طبعا في الفرن، هي قصة إن أنا ممكن أسويها على فكرة على عين البوتاجاز عادي، يعني لو أنا مش في استوديو ومش معايا مخرج شاطر والحالي في المطبخ، دخلت المطبخ كده مزاجي رايق وأعمل الفراخ ديت، مش هدخلها الفرن. طب ليه دخلتها الفرن؟ فلسفة يعني يا مغازي؟ لا لا، أنا عايز أروق البوتاجاز وأنساها وأحطها في الفرن تستوي مع نفسها، وأشتغل في موضوع العيش بالبطاطا، لأن محتاج إن أنا أفرد العجين ده كده على نشابة بالشكل ده كده، واللي نفرتها نحطها في طاسة معانا هيت زي الفل، وطاسة هنا كمان، ونهدي النار لأن العيش ده عايز نار هادية، كأنك بتعملي عجينة الكانينولي أو عجينة الكريب بالظبط. نظبط النار كده، يعني ممكن أعمل العجين ده في البيت يا شيف؟ آه ممكن، وهنا نفس القصة، ولازم تكون النار على قد الطاسة، يعني ما تكونش العين
حته صغيره كده تحت الطاسه وبقيه النار مش متوزعه في الطاسه، الحاجات التفاصيل دي لازم تكون موجوده. تلاحظوا ان انا حاطط الطاستين على كميه النار الكبيره. هنبدا ان احنا نفرد العجينه مع بعض بواسطه نشابه كده. ناخد العجينه دي كده اهي، وعندنا دي البطاطا ونحط منه شويه كده ونفرد العجينه بتاعتنا اهي. خليها رؤيه واخده خميره اهو. عيش لطيف ممكن تعمليه للبرجر، تعمليه للحواوشي زي ما انت عايز. ولازم تمر بمرحله التخمير. على فكره بقى انت خليكي اشطر مني، تعملي حاجه حلوه زي اخواننا في الهند، بيحطوا مع العيش ده توم، بيحطوا مع العيش ده بقدونس وشبت، بيحطوا مع العيش ده روزماري، بيحطوا معاه زعتر وهكذا. ده اختياري، بس انت عايزاه تاكليه عيش كده تاكلي بيه طبق الفول انت حره. اهي اللقمه في ايدي اهي، بسم الله ما شاء الله بتتكلم مصري. ليه؟ لان البطاطا بطاطا مصريه من ارض طيبه اهي في قلب الطاسه. ناخد واحده تانيه كمان واحنا شغالين. شويه الدقيق بدات اشم ريحه حلوه والله بجد. وبدات تقب ازاي؟ بصوا عليها كده يا شباب اهي اهي. نهدي النار لان دي عايزه النار هاديه اهي. التفاصيل معانا هنا نلم دي كده تاني الله على الريحه الحلوه، كاني بشم بطاطا مشويه خليني كده اشيلها بسرعه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ نفس الموضوع ده هنا، سنة زيت صغيرة اشيلها كده بحطها هنا كده، بحط اللقمة دي كده عليها كمان وبتستوي بسرعة رقيقها جامد عشان ما تاخدش وقت كبير منك في السوى، ويبقى جواها مستوي ما يبقاش جواها عجين. وعلى فكرة اللقمة دي لقمة صحية لأن البطاطا انا بليتها وسنة زيت صغيرة ده اختيار زي الفل زي الفل يا فندم تمام. شوية الدقيق تمام هنا نعمل كده ونلف كده شوفي بقى انا هنا واقف في المطبخ ازاي، صدور الفراخ فين، صدور الديك الرومي فين، في الفرن تستوي. انت خليكي زي كده رايقة وفايقة مع مع العيش ومركزة معاه حلو. ايه الاخبار هنا؟ اللهم صل على النبي عيش البطاطا ودي كمان اهي هو ده طبق التقديم فين يا عم الشيف معانا وقت بقى نخبز عيش للصبح ونكفي العيله والحبايب. شفتوا بقى اللي بيزعلني؟ شفتوا اللي بيزعلني؟ شفتوا اللي بيزعلني؟ والله العظيم شفتوا اللي بيزعلني؟ ثلاث دقايق قال لك ادي لقمه، اللقمة التانية اللهم صل على النبي دي لسه عايزة شوية، نحطها هنا كده زي الفل. نعمل واحدة كمان تاني، تجيب شوية الدقيق، فين الدقيق يا عم الشيف طب ما عنديش دقيق بطاطا، استخدمي دقيق عادي هتطلع معاكي زي الفل استخدمي دقيق ذرة هتطلع معاكي، لا ده ولا ده، هاتي السميد الناعم بتاع البسبوسة استخدميه في فرد العجينة دي كلها افكار انا مش عايزك تقف في المطبخ. والله ما قدرتش اعمل العيش النهارده يا حماده، الشيف المغازي قال دي بطاطا ودي بطاطا مش موجوده عندنا في المنطقه، دورت عليه والله في الماكل كلها ما لقيتوش، اعمل ايه؟ عادي السميد الناعم بتاع البسبوسه دي الذره هتطلع معاكي احلى لقمه حلو يلا كمان دينا في الطاسه. عايز اعمل دلوقتي كريم شانتيه، اعمل ايس كريم بالبطاطا الحلوه، تيجوا نعمله مع بعض. عرفنا عينيا، عرفنا فكره عمل عيش البطاطا ازاي. معانا هو تقريبا 15 لقمه تانيين واحنا واقفين مع بعض، كل ما يدونا وقت هنخبز مع بعض عيش على الفراخ ما تطلع، ونشوف ازاي نعمل ايس كريم البطاطا الحلوه. مقاديره على الشاشه، بطاطا مسلوقه بالقشره بتاعتنا، وبعد ما اتسلقت بالقشره قشرناها بعد ما بردت وهرسناها، موجوده معانا. ومعانا كريم شانتيه، ومعانا جيلي، ومعانا عصرة ليمون. حلو الكلام؟ تعالوا نعمله مع بعض سريعا كده. والمقادير على الشاشة، والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. حلو قوي.
اخبارنا الايه الدنيا هو ده وانا واقف كده العب اهو اهو يلا من وقت للتاني هنشتغل مع بعض كده اه كريم شانتي البطاطا الحلوه مسلوقه ومهروسه الجيلي عصره الليمون يا عم الشيف معانا اهي ومعانا كسرولة ازاز زي دي كده حلوه وتعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي يلا حقوق الطبع لدينا وبس ايس كريم مش في جليم ايس كريم على القناه الاولى بالبطاطا الحلوه اه ادي البطاطا الحلوه اه بتجيبيها تسلقيها بعد ما تسلقيها تشيل القشره موجوده معانا زي الفل اه ابص على العيش قال لك عيش اهو اهو ايه الحلاوه دي اهو ننزل بالجيلي او الجيلاتين في اي سوبر ماركت موجود اهو حلو قوي وننزل بالكريم شانتيه بتاعنا دي لازم تخش الفريزر خلي بالك يكون عندك تلاجه كده وفريزر حلو في الفريزر من فوق اه وتقلبي دول كلهم مع بعضيهم مع عصره الليمون الطيبه طب ليه ليمون يا عم الشيف ما سالناش ليه هو ده شفتوا الرذاذ اللي نازل ده كده ايه الجمال والحلاوه دي الصوره الحلوه تفاصيل عندنا اهو هنعمل ايه يا عم الشيف هناخد دول كده مع بعض ونقلبهم ويخشوا الفريزر تاني عمليه تجميد بقى يطلع بقى متجمد ده كده تاكل ايس كريم بالبطاطا لا تقولي لي مانجا ولا تقولي لي قرع عسلي ولا تقولي لي فراوله اهو ده اهو اهو حاضر يا فندم اهو اهو اهي 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 اهو حاضر اهو اهو حاضر شفت البطاطا ظهرت ازاي اهي ايوه ده الكريم شانتيه الجيلاتين هيديك الماده المطاطه اللي مو بتاعه الايس كريم اهو شفتي ونقلب كده كويس ونتاكد ان كله بقى مزيج واحد والبطاطا ظهرت اهو وندخله الفريزر للامانه ده لازم يخش الفريزر تجميد درجه تجميد عاليه خلي بالك اهو وتطلع من الفريزر بعد كده بواسطه معلقه الايس كريم تغرفي لي الولاد تحط عليه شوكولاته تحط عليه مكسرات حسب ما انت حابه حلو ده مش هيتغرف ده هيتبقى زي ما هو حلو الكلام هنطلع الفراخ بتاعتنا من الفرن عشان ما يندحكش علينا اخبار العيش هنا زي الفل اهو الله واللقمه دي كمان ايه الحلاوه اهو حلو قوي ده العيش بتاعنا عدل الرز يا عم الشيف او عدل الاكله بتاعتي رز بسمتي هنحط عليها الفراخ اللهم صل على النبي بسم الله الرحمن الرحيم الطبق ده حلو ايس كريم نخلينا كده والرز البسمتي معانا ايه الحلاوه دي اهو بسرعه عشان وقتنا خلص وهننضرب اللهم صل على النبي ادي الرز البسمتي عدل الاكل بتاعي بحط عليه دلوقتي صدور الديك الرومي تحطيه مع خضار سوتيه اختياري تحطيه مع مكرونه سباكيتي اختياري اهو زي الفل طلع الصينيه بتاعتنا من الفرن اللهم صل على النبي نخلي عينيا حالا والله اهو كده بسرعه اللهم صل على النبي اهو ايه الحلاوه دي ايه الحلاوه دي اه مطبخنا على شاشه القناه الاولى زي ما حضراتكم شايفين تفاصيل كتيره قدرنا ان احنا نعمل عيش البطاطا لحضراتكم بطريقه بسيطه وسهله عملنا صدر الديك الرومي بالشكل الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده كده للتقديم رز بسمتي ما تنسيش الايس كريم بالبطاطا الحلوه جربيه هيعجبك ولو عجبك خش على صفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي وقولي لنا كلمتين حلوين ارفعي من روحنا المعنويه رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه منين يا مغازي التفاصيل من ماس بيرو We'll be right back.